المباراة بين ترجي ونادي البنزرتي اللي دارت اليوم العشية في ملعب المنزل انتهت بالطبيعة الكل تعرفوا بفوز ترجي هدف مقابل صفر، وترجي اللي ساعد الفارق في الحقيقة على النجم الساحلي اللي أصبح 4 نقاط بعد ما انهزم في صفاقس اليوم العشية. كذلك نمشي المباراة اللي حضرت لي تفضل. جمهور الترجي كان يعرف جيدا أنه مطالب أكثر من أي وقت مضى بمساند فريقه، الأحباء استجابوا لهالطلب وحضروا اليوم بأعداد غفيرة إلى درجة أنه عدد كبير من الأحباء ما تمكنش من دخول الملعب. أنت من جيت؟ من قربة يا صاحبي، من قربة حتى ب6000 ما قيناش، ب12 وب20000 ناخذها طو. هي أول مرة جيت لهنا وما قيتش. من جيت؟ جيت من قليبيا. من قليبيا؟ أي. علاش ما قصيتش من قبل؟ تي في بالي تو موجودي. مزيانة من بكري. وأنت من جيت؟ من دار شعبي. ما لقيتش تسكر؟ ما لقيتش. كيفاش باش تعمل؟ ما عندي ملعب، باش تطلع من فوق ولا كزلهم. خرجوا 40000 تسكر تو فيهم. وهذوما كل تو فيهم قال 10000 واحد مش يدخل. الماتش هذا الغالب معناه تباعوا تساكر الكل وبقعدوا برشا جمهور البرا من التيران، ان شاء الله الماتشوات الاخرين ولينا نلعبوهم في تيران اكبر في رادس، وان شاء الله ديما الترجي الرياضي بخير وجمهوره راه. في جولة هامة وحاسمة كان صاحب الطليعة يعرف أن المحافظة على الصدارة تحتم عليه اليوم الفوز لا غاية. النادي البنزرتي اللي يلعب من غير ضغوطات جاء اليوم للمنزه من أجل تقديم أداء فيه برشا كورة. بينا مردود باش يظهر الترجي اليوم خاصة بعد التحضيرات البدنية الكبيرة اللي عملها في عندنا. إن شاء الله مردود كبير، إن شاء الله اليوم تعرف الناس كل اللي كان الانتصار، ما فما حد حكاية أخرى. ان شاء الله اللي خدمناه في عند راهم الكل وانتم حاضرين فيه ان شاء الله اليوم يعطي الثمره نتاعو كما يقول. معين يظهر لي عندك مديد على ملعب المنزل. والله عندي مده صحيح على الكومبيتيسيون، جو باهي، الامبيونس كما هي، الجمهور كما هو، تبارك الله الجمهور اللي برا اكثر من الداخل. ايش امكانيه العوده للترجي؟ ولا ايش نقول لك؟ واحد باش تقول له باش ترجع لداركم، ما نعرفش اتو مومون كان انا نجم نرجع ولا هما يحبوا يرجعوني ولا اللي هو معناه ماش ما يستحقش بروتوكول الحكايه. تصحيح عندك خلاف مع سي العربي؟ لا مش خلاف، اما صار يعني بون كل واحد عنده وجهه نظر في هذه. نجم نقولوا الاختلاف الراي قوه، ولا وانا مع عدلان خذا يعني بعض التعليمات ونجح فيها. ما فما حتى اشكال كي يعني نوضح له اللي انا في البوست هذاك جو با دوني لو ماكسيموم دو مون روندمون، فهمتها؟ في غياب وسام العابدي لاسباب تاديبيه يدخل الترجي المباراه بالثنائي العربي جابر والشماري في المحور واسكندر الشيخ كاساسي. اقل من دقيقتين لعب ينرموا وجه لوجه مع الحارس البجاوي لكنه يخفق في مغالطته، الامتياز لحارس البنزرتي. الترجي يضغط من اجل الوصول لشباك منافسه في اقرب وقت ممكن، وكرة خليل شمام تصطدم بالقائم. النادي البنزرتي اعتمد اسلوب الهجومات المعاكسه عن طريق وجدي الجباري، لكن غياب المسانده حد من نجاعته الهجوميه. هذه كوره ترجع من كريم التواتي واسكندر بالشيخ على الطاير كورته فوق المرمى. مخالفة تتنفذ بأحكام دخلت الكرة لإسكندر الشيخ اللي يروق ويصوب، والبجاوي حاضر مرة أخرى للتصدي، الكرة في الركنية. الكرة الثابتة في الترجي ولت مخدومة لكن تجسيمها يبقى الحلقة المفقودة لدى لاعبي الترجي. مايكل تحرك كل ما لقى الفرصة وتحصل على مخالفة في موقع أكثر من مناسب بعد تدخل حمدي المرزوقي معاه. خليل شمام نفذ، البجاوي بصعوبه رجع الكره والدراجي امام شباك خاليه ما يفرطش في الفرصه ويفتتح النتيجه. سامة ديما في الفرات الصعيبه ترجي يلقى وسامي مركب الراس. والله الحمد لله معناتها شفت
كفر مع مشهد خليل تبعت الكرة لقيت روحي معناتها مفاس مع الجول ماركيت. هدف اعطاه شحنة معنوية لأبناء فوزي البنزرتي، استماتة كبيرة من الدراجي على كورته، استعان بمهاراته الفنية وتحصل على ضربة جزاء بعد تدخل الحبيب السويعي معاه. مهمة التنفيذ كانت المايكل إنرامو، لكن الغلبة آلت مجددا للحارس البجاوي. ضربة الجزاء الثانية اللي ضاعها مهاجم التراجي بعد مباراة حمام سوسة. كرة دور مليح قبل ما تخلط لخليل شمام اللي وزع مايكل بلقطة فنية ممتازة كورته فوق مرمى البجاوي. آخر محاولة في هالشوط كانت من خلال كرة ثابتة نفذها عدلان البغولي فوق مرمى القصراوي. بداية الشوط الثاني كانت بطيئة مقارنة بالشوط الأول. مايكل كان مصر على التهديف لكن البجاوي بدوره كان متفطن وأنقذ مرماه. مايكل لليوم حاول أكثر من مرة لكن التجسيم ما كانش معاه، كورته عالية فوق مرمى البجاوي. التايب ياخذ مكان بوعزي ودو بكاري كاد يعدل النتيجة بعد تصويبة قوية مباغتة حولها القصراوي بامتياز للركنية. محاولة بكاري أجاب عليها الدراجي لكن كورته فوق المرمى. العربي الزواوي يقحم هيثم بن سالم بكان داو بكاري، وهذه عملية ثنائية بين التايب والدراجي اللي ياخذ كورته ويمرر المايكل. مايكل يتوغل يبحث على التمرير والبجاوي متفطن في الوقت المناسب يتدخل. ركنية نفذ خليل شمام والحبيب السويعي بصعوبة ينقذ الموقف. اسكندر الشيخ خلى مكانه لخالد القربي، والعربي جابر اللي عاد زملائه في كل الكرات الثابتة كورته الرأسية مرت جانبية. كرة قوية من إدغار لوي فوق مرمى البجاوي. التراجي حقق المهم، ثلاثة نقاط قبل 180 دقيقة تفصلوا على نهاية السباق. كنا منتظروا باش نكون المباراة صعيبة لأن التراجي يلعب معناتها بطاقاته ما يلعبش بحاجة ثانية يا فندم. اسمعنا يعني معناتها ما فماش أمور معناتها كما نشوفوا باش نقول للنادي الرياضي البنزرتي اليوم لعب بكل روح رياضيه، وهذا كان المطالب من الفرق الكل معناتها كيما كل عام ندرب المسير ربحنا تراجي وبعد ربحنا النجم، يعني كل روح رياضيه والفرق الكل لازمها تلعب بنفس بنفس الطريقه، والتراجي الرياضي لعب بكل عناصره فهمت ما طلبناش حاجه من اي انسان فهمت، فهذا حاجه هامه بالنسبه للرياضه التونسيه بالنسبه لكره القدم التونسيه وديما نحب نحافظ عليها. اليوم استعبتوها شويه على رواحكم؟ والله موسى بريسيون وستريس ما لعبنا مليح، عندنا معناتها لعبنا باجريسيفيتي باهيه، المهم 3 بوان ربحناهم هكا هما. ما صدقناش اكثر بحظوظنا لما فكينا الكره لعبنا بالمباشر، وهذا اللي ما كانش متحضرين له، نحبوا نلعبوا الكره بطريقتنا اللعب المركز والسرعه والهجوم السريع. لكن في اخر الموسم المباراة اللي قمنا بها كانت مباراة اللي يعني في مستوى الفريق باهية ولاعبين مفكر يكملوا المباراة نتاعهم والموسم نتاعهم كما ينبغي، وان شاء الله يلقاو مردود احسن في المستقبل. يلا من المنزل نمشيو.